السلام عليكم. راني اتيتكم هنا في مود ديرجونس تاع التلسكوباج تاع التلسكوب عندما يتوقف لك. انا راهي قالوا لك بالتفصيل كيف تضغط وكيف تعمل. انا راني الحمد لله نعرف له، واردت ان اريكم كي تفهموا ماذا يعمل من الداخل وكيف تضغط على الازرار. هنا هذا راه مقطع طولي وهذا عرضي، هذه اثنان راه مختصه بالفيرا وهذه مختصه بالتلسكوب. واش معناتها؟ معناتها هذو لي لاكس راهم هنا راهم في التلسكوب، راهم موجودين في التلسكوب، وهذا لي لاكس واحد فقط موجود في الفيرا. معناتها هنا اذا كان التلسكوب فيها خمسه راك تلقى هنا خمسه ومنها خمسه ثابتين في التلسكوب، يا ثابتين في الصفر بالمئة يا الفوق. اذا كان تخرج التلسكوب راهم ثابتين الفوق، واذا كان صفر بالمئة راهم في الصفر بالمئة ثابتين، وهذا راه واحد فقط. هذا هو اللي يدي التلسكوب ويجيبه، هذا هو اللي ياخذ التلسكوب سهم منظاري ويعيده في اليدوي. هذه راه يتكلم لك على الاف 1 والاف 2 والاف 3 ماذا يعملون. الاف 1 كما قلت لكم تاتي بالوان صفراء وغري وبرتقالي وفيولي، الفيولي راه خطا، وصفراء راه في حاله راه اراد ان ينزعه لم يستطع، او مهم راه في حاله انتظار، ويوجد حمراء، حمراء راه نزعه. عندما تجد هذا الاحمر راه نزعه من هذا المكان وراه هابط به ولا طالع، هذه في الاف 1. وفي الاف 2 تجده اخضر، اخضر معناته اخضر راه منحوح، راه التلسكوب راك نزعته في الاخضر، نزعت الفوق ونزعت الاسفل، راه هما يوجد زوج، يوجد هذا الفوق وهذا الاسفل. هنا راه في حاله احمر الفوق والتحت، هذا الفوق احمر وهذا التحت احمر، احمر تستطيع ان تذهب به او تاتي به. ممكن الاف 1 والاف 2 والاف 3، هذه الاف 2 والاف 3 كذلك في ليبر القديمه تجد فيها زر واحد فقط يتحكم في الاف 2 والاف 3 والاف 1. تبقى لك هنا هذه المليمترات التي تكلمتكم عليها تاع 35 ملم. وهنا راه يقول لك الاماكن التي تجعل فيها الاف 1، تنزع فيها اللاكس وتجعل فيها اللاكس. مثل هنا عندما تجد هذه راه هنا يقول لك نزل التلسكوب، التلسكوب شوي هنا ارفعه شوي، هنا راه بعيد قليلا، وهنا راه قريب يصل، وهنا راه سلم. سما في هذه الوضعيه تماما انت تضغط على الاف 1، اضغط على الاف 1. وهذا راه يوريك هنا كيف تجعل الكود، عندما تدخل في المفك هذاك تجعل هنا الكود، تضغط على هذه وتجعل الكود، كود كي ينزعها من الاوتوماتيك المانيال، ثم من بعد الكود الاخر يجعلك من المانيال اوتوماتيك. ها من الانواع الاخطاء التي تكلمتكم عليهم، ها هنا يوجد خطا فيه ساعه رمليه، ويوجد خطا فيه هذه وفي هذه عندما تجعل الكود هنا كي تجعل الكود باش تطبي الكود، ويوجد هذا الخطا، ويوجد هذا الخطا في علامه استفهام، ويوجد هذا الخطا. هام قاعد داير لك هنا نعطيكم مثال، هذه في الواحد وراء الواحد، هذه النورمال، الاثنان هذه وراء الاثنان، هنا في حالة انتظار، راه هنا في حالة انتظار، راه تستطيع أن أقول لك ممكن لم يكن أي خطأ هنا. سوف أذهب لكم إلى مثال هذا الخطأ، هو رقم ثلاثة، رقم ثلاثة اكس دي بروغرام دي ارجونس. هنا قالك لازم تستعمل تاع الارجونس، هنا في الخمسة بروغرام دي ارجونس، هنا كذلك ثاني خطأ، وفي ستة ثاني ايكار دي تيليسكوب. المهم كاين هاد الحالات، ويوجد حالات تستطيع انك مسرع تدخله، مسرع هو انك تدخل الاول فقط ثم ترجع لها اوتوماتيكيا. اليدوي في اليدوي هم هنا كذلك يتكلمون عن اليدوي، ها هو هنا هذه المختصة بالتلسكوب وهذه مختصة بالفيرا. قلت لكم التلسكوب، كل التلسكوب راه فيها هنا واحدة اثنان ثلاثة أربعة، مثل هذه راه فيها أربعة تلسكوبات، واللي فيها خمس تلسكوبات تجد فيها خمسة. عندما تكون في اليدوي يأتيك بهذا الشكل، يأتيك بهذا الشكل. وهنا راه هاي مثل هذه راه في الوضعيه اف 3، في الاف 3 تستطيع ان تدفعه للامام ولا تستطيع ان ترجعه للخلف. في الاف 3 راه الفيرا راه ليبر،
الروبو راه ليبر، راه حر، تستطيع ان تذهب به او تاتي به. هو راه يعمل لك من الاف ان الاف دو، هذه الاف 3 الاف دو الاف ان، ومن بعد العكس الاف ان الاف دو الاف 3. معناتها كذلك انت عندما تكون تعمل باليدوي، مثال راك هنا في الاف 3 عندما يصل الى مكان هذه اضغط على الاف 2 ومن بعد الاف 1. نفهمك بطريقه اخرى، الفيره هذه تذهب فارغه حتى تصل الى التلسكوب الذي تريد ان تاخذه. هذه راه يولي في الاف 3 عندما يكون حر، تدخل في هذا الرواق ثم تضغط على الاف 2 كي يثبت من الاسفل، ثم تضغط على الاف 1. الاف 1 هذه تحرر لك التلسكوب من الفوق او من الاسفل كي تصعده، كي تصعد بالتلسكوب او تنزل به. الاف ان ها من النقاط الذي هذه النقاط لا تستعمل فيهم الاف ان حتى تصل الى هذه النقطه. كي تصل هذه النقطه معناتها راه تستطيع ان تجعل لايك. تكلمتكم على ال 32 35 ملم الذي تكلمتكم عليها، هاي مثل هذه الحاله راه في حاله اف 3، هذه راه في حاله اف 3. هنا تستطيع أن تذهب في هذا الرواق، تستطيع أي تلسكوب أن تأخذه أو تأتي به في اليدوي. عندما تضغط على الاف 2 يثبت نفسه، وهذه الفيرا تثبت نفسها، تثبت نفسها للاف 1. إن شاء الله هو كي تعمل به تفهمه جيدا. عندما تكون تعمل به لاحظ هذه الأزرار، ولازم يجب أن تعرف كل هذه الأشياء، تعرفهم كلهم، تعرفهم بالتفصيل حتى تعرف ماذا تفعل. هاي وين الاف ان الاف 2 الاف 3. الاف 3 هاو ذاهب واتي كما قلت لكم، هو حر، هاو تستطيع مثال نقول انك في اليدوي تستطيع ان تذهب حتى لهنا تاتي بها ثم تعود في الاف ان في الاف 3. بعدما تنهي كاع كل تدخله، نقول نحن يدويا تدخله، ماذا تفعل؟ تأتي إلى هذه تبرمجها صفر 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 ثم تجعل أونتري. يجب أن تبرمجها، لماذا؟ لأن الرافعة تبقى في ذاكرتها، تبقى في ذاكرتها نقول 100% 100%، وأنت أدخلتهم. عندما تجعلها في الأوتوماتيكي تبقى مسجلة 100%، يجب أن تنزع هذه 100% ترجعها صفر 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 حسب ما أدخلتهم، لأنك إن لم ترجعها صفر صفر يبقى هذه الإيكوس والإيكايس لم يكونوا متفاهمين مع بعضهم، يكون هذا مسجل 100% والتلسكوب يكون داخل 0%، معنى يقع لها خطأ آخر، يجب أن ترجعها 0%. المهم إن شاء الله راكم فهمتوا اليدوي هذا قليل، والسلام عليكم ورحمة الله.